مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم اليومي المسائي. مساء الخير، مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام. موضوعنا اليوم موضوع يمس نقطه اساسيه هي قضيه التوظيف، لكن من زاويه خاصه، هي زاويه اسهام البوابات الالكترونيه في التوظيف الالكتروني. ايجابيات هذه البوابات، سلبياتها، مستوى المحلي والإقليمي لهذه البوابات، وغير ذلك من المواضيع التي تتعلق بإسهام البوابات الإلكترونية في التوظيف، الاستفادة من خدمة الإنترنت في التوظيف. هذا الموضوع نستضاف له مجموعة من الاختصاص معانا في هذه الحلقة، أحمد سينان والمحمد. أحمد سينان والمحمد هو مسير بوابة اللجنة الوطنية للمسابقات، مرحبا بكم معنا كذلك في هذه الحلقة. لا يعود أمانة الله يقول أحمد، مهندس اتصالات، مرحبا بكم. المدير التجاري بشركة البنى التحتية الرقمية، مرحبا بكم. كذلك معنا ميني والزيني، وهو المدير المسؤول الإداري والمالي البوابة الموريتانية للتنمية. إذن مجموعة من الاختصاص نناقش معهم هذا الموضوع، وبعد العنصر التمهيدي التالي ندلف إلى نقاش الموضوع إن شاء الله تعالى. في حين يتحصل الطلبة على شهاداتهم الجامعية، تصبح الوظيفة هي الشغل الشاغل لكل هؤلاء، فيبدأ البحث عن الفرص المتاحة من خلال المسابقات العامة والخاصة، لتصبح بذلك المواقع الإلكترونية إحدى الأبواب المفتوحة لدى هؤلاء الشباب الباحثين عن عمل. مواقع أحدثت ثورة في مجال التوظيف لدى أصحاب العمل والباحثين عنه، حيث زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وحققت من خلالها الشركات والمؤسسات فوائد يمكن أن تكون مشتركة مع الراغبين في الحصول على عمل في هذه المؤسسات، ووفرت للعاطلين عن العمل فرصا كانوا يطمحون لها، وكذلك خففت من تكاليف التوظيف لدى أرباب العمل، حيث لا تكلفهم مبالغ مالية. فهل يمكن لجميع الباحثين عن عمل التوظيف من خلال هذه المواقع الإلكترونية؟ وهل ستكون هي الرائجة في مجال التوظيف مستقبلا؟ شكرا للزملاء على إعداد هذه الورقة التمهيدية للموضوع، وندلف إلى نقاشه. الأساليب التقليدية المعروفة للإعلان عن الوظائف، من نشرها في الإذاعات والتلفزات وكتابتها وتوزيعها، في ظل انتشار الانترنت وتمددها عاد يخفت امام هذه موجه البوابات الرقميه اللي توفر الوظائف والله فرص العمل. شنو هي اسباب انتشارها على حساب هذه الاساليب التقليديه؟ اسباب انتشارها هي اسباب بديهيه، لانها ادوات جديده وتطور الوسائل لها، مع ان الادوات التقليديه ما زالت تعمل، ما زالت تعمل، لكن مع بدائل توف، لان مازال هي اللي مقنن مازال جميع المسابقات تخضع لشريط التلفزيون الموريتاني، لابد ان يعدل نشر على مقر المسابقه، لابد كل اعلان غير ناحيه النشر الالكتروني هو بديل سريع وفعال ملي في وصول المعلومه به، اللي يوصل الاشخاص في اماكن وجودها، يوصلها في اماكن يوصلها في نفس اللي حد في الداخل يتوصل معلومه المسابقه، ما لابد يشيل النواكشوط ياك والله يقيس، حتى حد في النواكشوط بعض المقاطعات ما لابد يقيس مقر صملك اللي مثلا هذا ياك يشوف شروط المسابقه شنو هي يشوفها. مع انه بالنسبه بعد التوظيف العمومي على الاقل اللي عندي انا عن الفكره، مازالت الطرق التقليديه بها اللي عندي انها هي اللي مقننه، مازالت ساريه، يا غير عاد تقاطع عليها هذا وبها اللي توف عادة بدائل عمليه وتوف عاد ياسر هذا، قال مازالت لا تخلق، مازالت لا تخلق. أمانة الله، من دراي كان هذه الاسباب لها علاقه بك، المزايا اللي توفر، هذه الفوائد اللي توفر هذه الوسائل الجديدة للاتصال للتوظيف، لابد في البداية من نديروا هذا الموضوع في إطار العام، وهو إطار ثورة الإنترنت.
الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة خلقت ثورة في جميع ميادين الحياة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية. ميدان الاتصالات أنتم في هنا في التلفزيون أيضا تعرفون كيف أثرت هذه الثورة على الإعلام مثلا، وتأثيرها على المواقع على مواقع على فرص العمل والعلاقة بين أرباب العمل والباحثين عن العمل. هذه إحدى تجليات ثورة الإنترنت، وكيف قلتوا انتشارها لعدة أسباب. هي أولا كيف قال أحمد شينان توفرها في أي مكان والزمان، بمعنى أنا اليوم في مدينة نواكشوط هنالك فرصة في مدينة فرصة عمل في مدينة نواليب وأخرى في مدينة النعمة. أنا هنا في مدينة نواكشوط يمكنني أن أتصل بكل الدقة وبكل وأجد كل المعلومات عن هاتين الفرصتين، حتى أنه يمكنني أن أبعث ترشحاتي لهاتين الفرصتين، ويمكنني حتى بعض المواقع تمكن أو على الأقل يجب أن تمكن وبعض الشركات من حتى إجراء المقابلات عن بعد. إذن هذه إيجابية إمكانية التواصل في أي وقت في أي مكان، هذه هي أهم شيء فيه. الثاني واللي طبعا ضمنت نجاح، الشيء الثاني هو دقة المعلومة. كما قلنا هون تسمعون خارج فرصة عمل مواصفاتها تأجالها تجارب والكفؤات المطلوبة، كل هذا الجميع يمكنه أن يتصفحه ويقرأه بدون وسيلة. ثم إنها صورة جديدة وربما تكون أكثر بساطة وأكثر تأقلم مع 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 العصر الجديد، وخصوصا بالنسبة للشباب، لأنه تصفح جميع الشباب اليوم له القدرة وله العادة أن يتصفح هذه المواقع الإلكترونية ومن بينها البوابات، وبالتالي هذه كلها عوامل تجعل هذه البوابات تشهد نجاحا كبيرا، مع انه لا يجب ان ننسى السلبيات التي سنتعرض للسلبيات ان شاء الله تعالى. لكن قبل ذلك الاستاذ ميني والزيني، انتم بحكم تجربتكم في البوابه الموريتانيه للتنميه، مستوى اقبال الموريتانيين على الاسلوب الجديد من اساليب التوظيف شمواسي؟ شكرا. مستوى الاقبال على تصفح إعلانات التشغيل مستوى عالي جدا، لأنه يوفر للمجتمع ياسر من الأمور اللي ما كانت متوفرة له. مثلا الناس اللي تطلب العمل والله هذا عاد يقدر الواحد يحصل عليهم خلال تلفونه، يمس تلفونه وله إعلان للتوظيف معين والله التشغيل والله الاكتتاب معين في مؤسسة جديدة والله شيء يحصل عليه من خلالها في أسرع وقت ممكن وبقل تكلفة، وبالتالي عاد الناس مقبلة عليها بشكل جيد، والمؤسسات دائما تعدل إعلانات للوظائف، وما شاء الله ما شاء الله المجتمع استفاد، ما شاء الله مستوى جيد للإقبال من الناس، ومستوى جيد للمواقع لأنهم يعلنوا عن الفرص فقط. أحمد سنان، هل تعلق على قضية هون دين اللي تفهم شوي نعطي شوي الفرق بين البوابة اللي الحكومة عنها بوابة الحكومة اللي الله الحكومية زاد العمومية اللي جنطة المسابقات، وبين البوابات الثانية عندها خصوصية بها اللي البوابة اللي جنطة المسابقات تعلن عن مسابقات هي اللي لها تنظم، بالتالي هي اللي لها تعطي جواب للمرشح الصبح تقول له ملف وش خلق له كانوا قبل والله قال له شيء والله هذا، وهي اللي لا يتعدل الامتحان الصبح وتعطيه نتيجته اللي عاد قد عنده نسبة نجاح وقد يتابع معه حتى يجبر قاع نتائجه، وهذا فرق. هذا يعطيها ثقة أولي وساها دائما الأكثر زيارة والأكثر ثقة به اللي تتابع معاه لنهاية المشوار. بالنسبة البوابات الأخرى اللي هي خدمة خدمة المؤسسات الخاصة، المؤسسات الخاصة تجي تدفع إياك ينعلن لها عن مسابقة دورها هي، والبوابة PMD والله بيتا والله واحدة أخرى عادها به اللي يعني طرح سيفي
تحيلها الاخرى وهو بريطاعة البحر ما غالبا ما يعرفوا عيادة المؤسسة تلفن على واحدين غير بعد عموم جمهور المترشحين لهذه ما يعرف ما يقدر يقول كان ذوك اللي قبلوا من هما والله المعايير شن هي الفرق به اللي قاع به اللي قاع وقد عد موضوعي به اللي القطاع العمومي الناس كيف شي تسال في شي به اللي قطاع عمومي فهمت هو به اللي تسال عنده خاص في به اللي ملك للمواطن ويلا عود توظيف في خاصيته. هذا يقودنا للحديث عن السلبيات لان سولة من الطلاب اللي بادروا ذكر السلبيات هذه بريصر سلطها بحر طاحت بحر نوع من السلبيات اخرى شنو براس السلبيات اللي تتعلق بهذه البوابات الالكترونيه؟ احمد شنان الشغل خصوصيه موقع لجنه المسابقات اللي ينشر فرص تشغيل القطاع العمومي هادو هما والمواقع التي تختص بالقطاع الخصوصي لهم مهمتين مختلفتين تماما كيف قال بالنسبة للجنة المسابقات عندها دور إعلان هذه المسابقات ولكن عندها دور أيضا تضمن الشفافية تضمن تنظيمها وتضمن الشفافية هذا الشيء غير مطروح للمؤسسات الخصوصية المؤسسات مؤسسة خصوصية لها أن تكتتب ما شاء طبعا باحترام المعايير التوظيف إذا الدور المناط بالقطاع لجنة المسابقات وبوابات القطاع الخاص متباين القطاع الخاص فعلا بواباته دورها دور وسيط وحسب البوابات وحسب التجارب في الدول يكون هذا الدور كبير أو كبير. بعض البوابات دورها بسيط جدا يرسل لها صاحب العمل فرصة عمل تنشرها وليترشح من شاء وهي لا تهتم بنهاية الموضوع بعضها الآخر طرح خدمات جديدة تمكن من أولا من تحري من مصداقية الإعلان وهذا بداية إجابة على سؤالكم وإن بعض السلبيات وإن بعض الإعلانات ربما تكون كاذبة ربما تكون غير دقيقة لأن بعض المؤسسات لكي تظهر للآخرين أنها تكتتب أنها بصحة اقتصادية جيدة أنها فاعلة تنشر إعلانات كاذبة تبحث عن مهندس في ميدان أو ممرض في ميدان آخر أو محاسب وهي في الحقيقة لا تبحث عن هذا ولا عن ذاك من ناحية أخرى هذا يسمح لها أيضا باكتساب قاعدة معلومات كبيرة عن 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 أصحاب الخبرات والكفاءات في البلد. تستخدمها كما شاءت فيما بعد. في نفس الوقت الباحث عن العمل ربما يرى هذا الإعلان يصدق ويعتقد أنه حقيقة أنه اليوم. إذا هذه أولى السلبيات. السلبية الأخرى وهي سلبية الحقيقة أعم وأكثر تخص ميادين أخرى هي موضوع بقاء الذاكرة الرقمية الشخصية بمعنى أنك اليوم تترشح على بوابة إلكترونية معينة لعمل ما وتعطي مواصفات والمترشح يعطي مواصفات معينة بعض المترشحين يضخم كي لا أقول أكثر كفاءاته وشهاداته هذه معلومات باقية ربما بعد سنوات نفس المترشح يترشح لعمل آخر ويعطي معلومات أخرى من البساطة جدا جدا لصاحب العمل أن يجد التناقض بينها إذن يجب على هذه السلبية ومنها نصيحة يجب على المترشحين ومستخدمي هذه البوابات أن يتحروا الدقة يعرفوا أن ما كل ما كتبوه وكل ما قالوه أنه باق ويمكن تصفحه في أي وقت هذا ليست ورقة السيرة ذاتية على ورقة ربما تتلف ربما تضل هذا باقي إذن هذه سلبية أخرى من بين أيضا السلبيات الأخرى هو ربما أنه في نفس الموقع نجد بعض المعلومات الناقصة
التي لا تمكننا من الترشح ومعرفة كافة المعلومات عن 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 العمل. إذن شكرا ميني. أنتم في البوابة الموريتانية للتنمية أمام هاي ضركة المسائل اللي سمعنا السلبيات، كيف تتعاملون مع هاي الفرص اللي تجيكم تعلنوا عنها؟ ترى كانكم تحققوا في المصادر الجاية منها تضمن نعم بالنسبة نحن نتحقق من المصادر جايتنا ويعودوا عندنا معاهم قاع ديكون فرنسي اتفاقيات عندنا معاهم اتفاقيات وعودوا معلومين البلد ومعرفة غير دائما نشوف على مواقع أخرى سوسيتي امبورتان مثلا تعلن عن مثلا شركة مهمة مثلا تعلن عن اكتتاب كونتاب ولا اكتتاب إداري ولا اكتتاب أي شيء سوى وشنو دائما نشوف بالتالي ما ترى إلى سوسيتي منين ولا هي شنو ولا حالة شنو هذا قد يؤثر على هذا النوع من الأمور ده. وبالنسبة نحن البوابة الموريتانية للتنمية ما نعلن يكون عن شيء أهله معروف بلدهم وعندنا وسائل الاتصال بإيميلاتهم وتليفوناتهم ومقراتهم ومن رأيك أنكم تضمنوا المواصلة معهم لين يجاوبوا لكن اختصاص لجنة المسابقات لكن احنا عندنا من شيء نعلنوا الإعلان أنتم متخصصين في التوظيف والله عندكم احنا متخصصين في إعلان إعلانات التوظيف اللي جينا من مؤسسات الأخرى ما أنا متخصصين نعم هذا أكثر من تخصصين في المسابقة احنا نعلم المسابقة فقط لا نرجع للجنة الوطنية للمسابقات وأخبار تطوير هذا ممكن قال التخصص لجنة الوطنية خايفة تفهم غلط اللي ما هو التخصص فعلا هو فعلا اللي نعرض عليهم هو شيء اخر عندنا نقول ذاك هو اللي تعدل المسابقه هذا قدنا قاعد مساله اخرى قضيه الرقابه قاعد على المواقع الموهومه واللي تطرح وحده ينطرق نعم لا نسبق في اخبار لا نسبق في اللجنه الوطنيه للمسابقات نفسها طريقه اكتتاب عند طريقه الاعلان عندها طريقه المتابعه يمدرى كان في تحسينات كان هم بعد تحسينات هو المتابعة هو اللجنة المسابقة هي اللي لا تنظيم وتوف يعني المسابقة أساسا هو إدارة من إدارات الدولة عندها حاجة الاكتتاب وتعلنها ويأخذ ببلاغ مشترك بين الوزارة المستفيدة من الاكتتاب والوظيفة العمومية واللجنة المسابقات يعني العدد ما هو متعدد الوزارات يعود بيناتهم كامل ينعلن بلاغ افتتاح على الموقع لجنة الوطن المسابقات مع مهله مع البيان يعود محددين فيه التخصصات محددين فيه المعايير محددين فيه الليمتاج العمر محددين فيه العمر محددين فيه حتى المواد وضواربهم وحتى نسبة النجاح في الكتابي الناس اللي تتخطى شهور الشفهي معناها دائما تعود المعايير تعود دقيقة تعود قد واحد ينتظر يعرف هو المادة الأولى ايش مضاربها يعرف شغلته ولا يتملي لا يتدخل مرحلة تحقيق الملفات ولا يتدخل تقول لهذه الملفات ناقصهم شيء هذا قاع ما نافعهم شيء بهم اللي قد ملاهم تخطى العمر والله ملاهم شهادته ما هي المطلوبه لوك ما تنافعهم شيء خارجين وحدين مقبولين خارجين وحدين نعطوهم مده يكملوا بعدين 40 ساعه يخلق رد باطل يخلق في تفاعل دائم وحتى عندهم ذاك المسابقه اللي 2009 تقدر تشوف على الموقع تشوف ناجحينها تشوف الملفات اللي المقبولين فيها تشوف المقبولين فيها تشوفها وحتى واحد كان تقطع عدل السيفي قدر يغير فيها شيء ذا هو الفرق هو قطاع عمومي تالي وهي ملي تنظم هي تنظم لهذا معناك قد ما قياس قد يعود ما هو وارد مع الاخرين الحديث عن السيفي لا يقودنا نسول امنه الله الاحمد عن هاي السيفي انتم تعينوا السيفي معناه عندكم نقاط معينه يكتب حد هي الدور انتم السيفي يصلي تنعطى البوابات اللي حره درا كان فما فيها طريقة ممنهجة الكتابة باب باطل استفادة الناس اللي تطرح عيات ملفاتها حسب البوابات ونضج هناك بعض البوابات البسيطة جدا تلك لا تعطي أي منهجية ولا شيء للسيرة الذاتية
وهنالك بوابات ويجب أن تكون على كل حال هنالك بوابات متطورة تقود المترشح خطوة خطوة حتى يكمل سيرته الذاتية، لأن هذا أيضا سيرة ذاتية هذه مهم مسألة مهمة للمترشح، لأنها هي أول علاقة بينه وبين صاحب العمل، وصاحب العمل عبر هذه السيرة الذاتية سيأخذ انطباع ربما يكون نهاية عن 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 هذا المترشح، ولذلك الاعتناء بها شيء مهم جدا، وفعلا بعض البوابات تسمح بذلك، إلا أنه للأسف الكثير منها لا يضع الآليات المهمة للسماح المترشحين بوضع السيرة ذاتية متناغمة مع ما يريدونه. وهذا يقودني إلى مسألة هي تطور العلاقة بين رب العمل وصاحب وطالب العمل. قديما كانت علاقة مباشرة، الباحث عن العمل يطرق باب المؤسسة او القطاع العمومي ويعطي سيرته الذاتية او ياخذ معلومات عن الفرصة. اليوم دخل هنالك فاعل ثالث وربما رابع او خامس، لان بعض البوابات تعطي على بوابات اخرى وتاخذ. اذا دخول هذول الفاعلين خلق وضعا جديدا. هؤلاء الفاعلين مشكلتهم انهم بعضهم لا يتقن ميدان التوظيف، بمعنى أنه يتقن تقنيات وضع الفرص على الموقع، ولكنه تنقصه الخبرة في ميدان التوظيف حتى في الميادين في الميادين المختلفة، لأنه يجب أن يكون لديه كفاءات في جميع الميادين. ثم إن أيضا الشركات تنقصها في بعض الأحيان الكفاءات التقنية التي تسمح لها بالاستفادة منها. شكرا لأستاذ ميني. البيانات اللي تجيكم في سفاهات، إذا كانكم قد قاع فكرتوا في تعدل منها بيانات مرجعية تعود يستفاد منها عاقب ذلك؟ للتذكير احنا ما يجونا سفاهات، احنا يجونا إعلانات التوظيف. اللي سفاهات يجوا يقيسوا الجهة اللي أعلن التوظيف. انتم دوركم الآن دور احنا دورنا إعلان إعلان عن الوظيفة. الجهة اللي معلنة للوظيفة هي اللي جوها لسيفي، اللي جوها لسيفي وهي اللي تترتهم وهي اللي تعدل التغذية. بالنسبة للمؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة الأخرى، المؤسسات الخاصة طبعا تتعلق الخلطة بالعموميات، بالتالي قد عودوا لسيفي محفظة وهم ولا يترتهم المسابقة ويعرفوا الفوقاني من الثاني من الثالث، وتم الأمور عندهم الإلكترونية الموجودة أي وقت بقى حد يطالع عليها يطالع عليها. وبالنسبة نحن نعلم المناقصة، والجهة اللي عالتها هي اللي يجوها لسيفي ولا تترتهم ولا تقبض ولا تقبض، ولا يعني نفس شفافية الصمل عندهم بيلي ما تحكموا بها ولا هي، لأن معنين بها أصلا، معنيين بإعلان وقت وحالته. هذا اسمه أحمد سينان، قضية الاستفادة من تعداد بيانات مرجعية من خلال هذه السفاهات، هل هي فكرة ممكنة؟ هو ممكنة فعلا، ممكنة تعود عند إدارة التشغيل استفادة منها في دراسات في هذا به، اللي الطلبات مثلا هذا قاعة بيانات الترشحات اللي عند لجنة المسابقات قد تستفاد منهم إدارة التشغيل به، اللي هم قد يقول لك ما هم قاع إحصائيات، هما معطيات حقيقية بدل من إحصائيات مضبوطة به، اللي ترشحات في مستوى معين في ذي المستوى المطلوب متريس ترشح ذي هذا ترشح لها قد كذا من مرشحين عن هم ذي المستوى ذي التخصص هم على الأقل ذي العدد موجود منه مازال في حالة بطالة يعني عنه قد يمكن الاستناس بها كمعطيات حقيقية ولا هي تقريبية، ظهر عن نادر حد يعود عنده به، الناس مازالت تختار شغلة في الدولة عن الشغلة في القطاع الخاص، عن غالبا لين تنطرح فرصة عمل على موقع لجنة المسابقات غالبا حد عنده ذاك المستوى قد يترشح في الوقت اللي يعدلها، وبالتالي هي معلومه معطيات تقارب الواقع، بالتالي شبه من الاحصائيات شبه من الاستمارات. انا شك انا بعد عنها تقييمي عنها تقول شبه من الاحصائيات، في الاحصائيات استمارات عشوائية تعتمد على طريقه معالجه التقييم عشوائي يقبلوا عينات وتوف، قال هذه
قريب من شيء قريب من ردنا القضية تقول تحدثنا عن مستوى إقبال الموريتانية على هذا الأسلوب الجديد، ماذا رأي كان ذي الأسلوب في التوظيف أمانة الله؟ ماذا رأي كانوا فعلا ساهم في نقصان البطالة في الشباب الموريتاني؟ كان فهم بقى ما فهم الإحصائيات. لا شك شخصيا لا أملك إحصائيات في هذا الميدان، ولكن لا شك أن ان ان هذه ان هذه الادوات الجديده سمحت للكثير ب ب ب ب على كل حال بالترشح ل و و و ويعلم عن خارق فرص ربما يعود ما كان عليه، ولكن يبقى هنالك مشكله. يجب ان لا ننسى اننا هنا نتحدث عن تقنيات حديثه، الجميع لا يتقنها. هذا يتعلق على ما اعتقد بفئه عمريه وفئه ايضا عندها مستوى دراسي معين. اذا وهذا في جميع دول العالم، هذه التقنيات الحديثه واستعمالها في هذا الميدان خصوصا يتطلب كفاءات معينه وقدرات معينه، ولذلك بعض النواقص اللي تلاحظ على هذه البوابات وهي ايضا مشكله قدره الجميع على الوصول الى مثل هذه الوسائل والمعلومات. البوابات الإقليمية المغاربية شنو أبرزها ترى؟ كان في ماتيها بوابات أكثر ولوج ترى؟ ولوج البوابات في الدول تؤثر عليها عاملان، واحد هو العامل الأول هو نسبة ولوج الإنترنت داخل المجتمع، وأيضا تفاعل الشركات مع هذه الاساليب الجديده، بمعنى انه اذا كانت الانترنت غير متوفره في جميع انحاء البلاد فهذا لا شك سينقص كثيرا من هؤلاء العاملين. شنو مواسين عندنا احنا اتصال الانترنت وقدره؟ لا بأس يقطع خطوات جيدة، وهنا أريد أن أعرج كلمة عن شركة البنى التحتية، وأقول أن دورها هو تنمية هذه البنى التحتية وخصوص الرقمية وخصوصا تلك التي تسمح بالإنترنتات التدفق العالي. هنالك حالا نعم حالها حالا شو ما سيد هاي البنى التحتية؟ البنى التحتية حالها في تطور. مثلا عندنا هنالك مشروع الرابط الوطني الورسب، ربما تعودوا سمعتوا به، سيسمح ببناء 1600 كيلومتر من الالياف البصريه، من شبكات الالياف البصريه فيبر اوبتيك اللي تسمح بتدفق عالي للانترنت، وهذا اول مره له يعود في المدن الداخليه في اطار كي هيدي روسو بوكا وطبعا حتى العيون والنعمه. اذا هنالك جهود من طرف هذه الشركة ومن طرف بعض القطاعات الأخرى لتفعيل وتنمية الإنترنت، وتنمية الإنترنت تعني كما قلنا تنمية الكثير من القطاعات الأخرى ومن بينها قطاع التشغيل. ادخل تحت هذا طبعا. الأستاذ ميني، المواقع البوابات باطل اللي تعمل هذا العمل في موريتانيا، شنو تقييمكم الحين؟ البوابات اللي تعمل على نشر الإعلانات التوظيف في موريتانيا نشطة ويوميا تشاهد عليها دائما إعلانات توظيف جديدة من جميع القطاعات وأنواعها، ونشطة وفعالة وتوصل المعلومة للمستفيد منها والله المعني بها في وقتها، ومستخدم والناس تستخدم استخدام جيد وما شاء الله ما عندي مشكلة. احنا سينا هذه البوابات الخاصة شنو واقعها حالا؟ تقييمك الواقع حالا ندرى كانها قائمة بذاك الدور اللي عليها والله قد نعود ماني في موقع قد نقيمها قد نقيمهم بما عندي عقبال هذا غير هم يلا نعرف عن البوابات عن المستفيد منهم عن اساسا الشركات اللي تطلبها حسب وش ناري الشركات هي المستفيدة بها اللي لا يتعدى الإعلان على الفرطي البوابة ولا يجيها ياسر من 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 اللي منعطي السوق كامل من طلبات العمل لا يجيها وعد عندها بنك معلومات من حد كامل قد ينفعها
اللي متخصص ولا عنده زياده، عنده شوي تخصص في الناحيه، وتقد هي تتصل بهم تقريهم والله مع سي في عاده الناس اللي يطلبوا ما يبخلوا شيء في هذا. نرجع شوي على قضيه هذا، قضيه الاتصال كان مشجع هو هم الاثنين المظاهر اللي عنه قد حد يقول عنه زاد فرص العمل، فرص العمل زيادة على الاقتصاد السوقي، غير زاد زاد حسن من نوعية الوصول لها. أصلاً تي ما هي لا إقليم، هو قد يسبر وظائف خارج الوطن. هي ذيك صار. على مستوى الوطن يصير. حتى ذاك مولي حق كيف كنت مقع الصحافة سياسياً حتى لها تجبره. ياسر والله مهندسين زادهم المحقق منه يغير عدل، حتى انا قلت اخترت في الاطار الوطني انه طرق التوظيف الالكتروني تحز بيننا مع ياسر من البيروقراطيه الاداريه اللي كانت شيء وقله الجواب وهذا النوع، يعني يعود عندك النشر الالكتروني يعود واصل لكل حد بالعجله، واصل بطريقه ما فيها ما هو طريقة معاملة مع بشار، وإنه تحاني كان يجاوبك، وإنه فهمتني إنه عاد عنده ياسر يفتح مولي رجاج شخص في الداخل والله هون يفتح زينين الواقع كلهم يلودلو عنده يفتح قدامه أفاق على الأقل بعد أمل اللي عاد قاع ملاهي يعقب يعقبوا شي أمل بعد يتم يجرب حظه كل مرة يمشي له ويمشي وقطعا عنهم اللي زادت هي من سبيشال مسابقات عاونت لعادة التقنية الجديدة، عاونت تشغيل حتى التشغيل عاون التقنيات الجديدة به اللي زاد به اللي عادة الناس تعرف عاد تعرف عن دقة تجبر فرص عمل عن طريق الانترنت عاد في إقبال على استخدامها أكثر، عادي لين نجبر اخبار نتائج ولا نجبر اخبار فرصة عملي عن طريق الانترنت، معناه انه التشغيل زاد هو افاد التقنيات الجديده. ما شاء الله لان العالم البوابات عالميا عندها قيمه، عندها مدرك انا اصبحت هي المحتل، مدرك انا نفس الاساليب القديمه مسالت موجوده والله. قبيل احمد سينا تكلم عن عدم تقنين هذه البوابات الاخرى ما زال محتفظ به المستوى التقنين، هذا هل تستخدم كبديل؟ نعم. مثلا ما نقدر نقولوا رانا درناها على الانترنت ما نم افشينو ما ندايرينو هذا ما نقدر ما نم ماخذينو في التلفزه بينا درناها على الانترنت، هل تم تقنين استغناء بها؟ البوابات في الدول التي عرفت هذه التجربه من السنوات والتي قام تماما بتقنين هذه البوابات تلعب الآن دور كبير، حتى أن بعضها يلعب دور اقتصادي، مؤسسات اقتصادية لها دورها في إطار سوق العمل، لأنها إذا كانت بوابات تقوم بالدور المنوط بها يمكن تقوم بعدة أدوار مهمة، منها دراسات عن سوق العمل تفيد الباحث عن العمل في بحثه، دراسات عن مختلف الشركات عن مختلف القطاعات، بعضها أيضا يقوم بإعطاء نصائح مهمة مثل كيف نقوم بالسيرة الذاتية، حتى كيف نقوم بمقابلة ناجحة، كيف نكتب رسالة ترشح مثلا. إذن البوابات المتطورة تقوم بدور مهم، وأصبحت هنالك إحصائيات في بعض الدول الغربية تقول أن النسبة الغالبية العظمى من فرص العمل اليوم وعقود العمل تتم او على الاقل تبدا بعلاقه بين بين العلاقه بين الباحث عن العمل ورب العمل تتم عن طريق هذه البوابه، ولذلك يمكن ان يكون لها دور كبير. فقط اريد ان اقول ان البوابات التي نجحت هي البوابات التي كان لديها تصور وطرحت اساليب جديده، وليس فقط ان تكون صندوق بريد بين 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 المترشح والمؤسسات. وعلى مستوى نحن هنا استفادتنا من ذيك البوابات العالمية، الشباب الموريتاني واستفادته الشباب الانترنت كما قلنا شيء مفتوح اليوم، أنا أتصفح بوابة موريتانية مثل بريتانيا
او PMD كما يمكن أن تصفح أي بوابة في العالم. لذلك البوابات الموريتانية والشباب الموريتاني بدأ يستفيد من هذه البوابات والطرق التي تعملها. إلا أن ما زالت هناك خطوات كبيرة لكي نلج بعض الأماكن التي وصلتها البوابات الناجحة. الآفاق هذه المواقع أو هاي البوابات، إنشاء البوابة الموريتانية للتنمية 2001 كان على غرار إنشاء البوابات في الدول المجاورة، على الأقل الدول الإفريقية حسب علمي، بعد الدول الإفريقية كاملة. هاي البوابات كان دورها توفير قاعدة بيانية للنشاطات الاقتصادية للبلد. كل بوابة توفر قاعدة بيانات اقتصادية عن البلد من خلال نشر المناقصات، مناقصات إعلانات المناقصات وإعلانات طبعا التوظيف وإعلانات المؤسسات بصفة عامة. كل بوابة يجب أن توفر قاعدة بيانات عن بلدها. يا غير إحنا هون للأسف ما توفرت لنا المعلومات إياها كنا نقدر نديرها على البوابة. ياسر منها بعد توفر لنا منها قدر زمن إنشاء البوابة يكساء توفر لنا قدر من المعلومات وموجود مزال البوابة حالا. وللأسف عقب ذاك عدلين الجندر وشي المعلومات الاقتصادية عن بعض الجهات المعنية ما نجبر التجاوب كافي، وبالتالي قطعا البوابة الأخرى ما عرض قد أحسن منه لأن احنا ما جبرنا المعلومات الكافية. إياك تتم ندير معلومات خاصة اقتصادية مختصرين فقط على المناقصات اللي يخلقوا في البلد، اللي هو صفقات بصفة عامة ولامبلوا اللي هو التوظيف والإعلانات الأخرى فقط. اختصر احمد سنان نفس الشيء، الافاق والله زاد التحسينات اللي تقترحون انتم من خلال خبرتكم مهندس اتصالات، التحسينات اللي تراعي انها تزيد من مستوى خدمه هاي البوابات اللي تساعد في التوظيف الالكتروني على المستوى المحلي. في بالنسبه في انتم دائما عندي جانبين، جانب اللي سبقت اللي عنها إلين تعود البيئة الرقمية أحسن، كيف قال هذا عن كلب بحري جاي تعود الاتصال أحسن أكثر جودة وأكثر هذا، يقدوا يحسنوا من طريقة التواصل يعود ياسر من إلكتروني، كيف قد يغني في يوم من الأيام عن الملف من راسه برك مازال يعدل سيفيه كديرها ملفه، قد يعود الملف يعدل إلكترونيا كامل يعود يسكانيه ويدبوزي اللي انت تعود تسمح به الواقع الانترنت في موريتانيا يعود اشبه واكثر شفافيه واكثر، حتى انه قد يعود هو من راس الموقع نظام معلوماتي قد يعدل هو العمليه كامل بشفافيه ما تدخل فيها كاع الانسان اللي يعطي نتائج. بالنسبه لهذا يظهر لي عنه قد يعود كيف ستريتانس اوت سورسينج، يعني يعودوا يتحولوا لشركات اوت سورسينج اللي هي التعهيد عندي عنه بالعربيه، يعودوا هما اللي يعودوا الشركات بدل يطلبوا منهم يعدلوا المونتاج ويطلبوا منهم يكتتبوا لهم اللي دور، يعودوا هما اللي يعدلوا الاكتتاب ويعودوا يقولوا لهم اخترنا لكم هذا بناء على كذا اخترنا لكم هذا، هما اللي لا يتشقلوا. هذا يعطيهم هما ثقه بهم اللي لا يعودوا المرشح اللي لا يتعاملوا معاه يعودوا اللي يتواصلوا معاه هم اللي لا يكتتبوه والله ما يكتتبوه. واحدة عدت معاها PMD مثلا علنت مسابقة وقالت لهم راهم قبضوا الفلانيين وراه الاخرين ما نجحوا والاخرين هم اللي يكتتبوا، هذه اكثر ثقة به اللي ردت لهم الاخبار بعد على الاقل ردت الاخبار اللي تعود وراها ظنني حاول والله يعدلوها بتدريش يعودوا يقدوا يتولوا المسابقه يتولوا الاكتتاب من راسه عن الشركات ومحق انهم يبقوا يعدلوها لان اللي قلل عليهم التكلفه لا يزيد مصداقيتهم يزيد ثقتهم. وهي سوق التعهيد كاع ستريتان سوق اخرى عادت به اللي هذا امانه الله نفس التحسينات والله الواقع الافاق اللي ترون على انها تساعد في تحسينات بوابات الالكترونيه للتوظيف على المستوى المحلي. التحسينات المهمة هي تتعلق بمصداقية
المعلومات والبيانات التي 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 يمكن ان نجد على هذه المواقع. يجب على هذه المواقع ان تولي اهميه كبرى لها. انا اتفهم ما قاله الاخ ميني عن ان بعض المؤسسات تمتنع عن اعطاء المعلومات الكافيه، وهذا في هذا نحن في مرحله تحول. بعض المؤسسات ربما تخاف من المنافسه وان يعلم منافسوها بمعلومات عنها، ولكن يجب ان يكون هنالك مجهود من طرف هذه البوابات لإقناع هذه المؤسسات بإعطاء المعلومات، ويجب أيضا أن تكون هناك متابعة، بمعنى أن هذه البوابات يجب أن تتابع، وإذا لاحظت أن مؤسسة ما غير صادقة أو غير صادقة بالمستوى الكافي يجب أن لا تتردد في أن ترفض مثلا نشر بياناتها. الشيء الآخر هو مساعدة المترشحين من خلال بعض الإرشادات كما قلت قبل قليل، من خلال إجراء دراسات معينة، من خلال معلومات عن مختلف قطاعات التوظيف. أعتقد أننا كنا في مرحلة لا هو بداية انتشار هذه البوابات واكتشافها من طرف الموريتانيين. يجب أن نصل الآن إلى مرحلة متقدمة، وهي مرحلة وعي نضج من طرف هذه البوابات، من طرف الشركات التي يجب أن تتفهم أهميتها، ومن طرف أيضا المترشحين الذين يفهموا أن يعطوا العناية الكاملة عندما يضع أحدهم ترشحه، ويعلم أن هذا معلومات ستصل إلى فاعلين في مختلف بقاع العالم إن شاء الله. ميني، الخطوات الضرورية ليلا يقبل أحد يدور التوظيف عن طريق هذه البوابات؟ هي متابعة فتح المواقع يوميا، تطلع على المواقع يوميا، هي الوسيلة الأنجع للتمكن من الإحاطة بجميع الإعلانات المنشورة بعد الولوج إلى هذه المواقع. ثم أسلوب قدامك، مكتوب قدامك تتبعه والله المستوى المحلي. نعم. كان تم تحسين في المواقع نعم، الموقع إذا ينشر موقع الإعلان ويفتح المتصفح يدرج فيه المعلومات الكافية عن الوظيفة المعلنة والشروط المطروحة، إياك يجهز ملفه وصول سيفه يجهزه، والتاريخ محدد لإنهاء ذاك الإعلان، وبالتالي هو والحظ. لا هنا خسر فقرة المنوعات، والله زاد فيسبوك لعدت إلى منوعات، فقرة منوعات لا تعد جاهزة، نأخذ هجرة فبراير الجاري. شهوت من الفضاء كتلة نار عملاقة إلى منطقة مائية بعيدة في المحيط الأطلسي 1000 كيلومتر عن سواحل ولايتي سان باولو وريو دي جانيرو في البرازيل، انفجرت بقوة 13,000 طن TNT، وهي تعادل طاقة القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة في 1945 على مدينة هيروشيما باليابان. أظهرت دراسة بريطانية جديدة أن تناول القهوة بشكل يومي ومنتظم يؤدي إلى تراجع احتمالات الإصابة بتلف الكبد وبنسبة كبيرة، وتقول الإحصاءات أن نحو 1,000,000 شخص في مختلف أنحاء العالم يموتون سنويا بسبب إصابتهم بتلف الكبد، وهو مرض يصيب الناس لأسباب عديدة من بينها الإفراط في تناول الكحول وحدوث التهابات في الكبد أو كنتيجة لاضطرابات في المناعة بجسم الإنسان. توصلت دراسة حديثة مشتركة بين الكلية الملكية للأطباء والكلية الملكية لطب الأطفال في المملكة المتحدة بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن معطرات الجو والشموع المعطرة بروائح زكية ومزيل الروائح وبخاخات تصفيف الشعر وسوائل التنظيف وغيرها كثير من الأدوات التي نستعملها داخل بيوتنا من شأنها أن تفاقم تلوث الهواء داخل المنزل، وبالتالي تسبب أمراض متنوعة قد تتدرج في خطورتها. نعم، إذا كانت تلك فقرة منوعات، ونواصل الحديث عن إسهام البوابات الإلكترونية في التشغيل، ومعنا الأستاذ ميني والزين المسؤول الإداري المالي للبوابة الموريتانية للتنمية، وأحمد سينان والمحمد مسير بوابة اللجنة الوطنية للمسابقات، وأمانة الله الأحمد مهندس اتصالات المدير التجاري بشركة البنى التحتية الرقمية. نواصل الحديث، وكنا قد أسلفنا الحديث عن الإيجابيات، وكنت تختار لا الحديث عن الإيجابيات إضافة الحديث عن الإيجابيات.
استفاضة فيه. إيجابيات أساسا قد حد أنه سرعة العمل، تقليل التكلفة على المترشح بدل أن يتنقل من بليدة لبليدة، تقليل التكلفة عليه، تقليل بساطة الاتصال التواصل في الوقت. مثلا كنت إلى تليت دورت مثلا لا يعود دورت عدد المقابلة الشفهية مع مرشحين في ثلاثة أيام، شي منهم قد يعود بعيد، شي منهم هذا الوقت ذيك المعلومة لا توصل في كل بليدة به اللي جات على الانترنت. استغلال الوقت استغلال الجهد والجهد ثمن شن قال زقال زاد لك كامل حتى والشفافية دائما ياسر الإجراءات اللي طويلة تقد تولاها تولاها الموقع ما لا بد لها. مثلا ياسر الناس يقول لك لا يحطر لها الشيء طرى لها الشيء تليشارجي ذيك الماضي ما تليشارجيته تعرف كان طرى لها الشيء فهمتني. دائما وراء مداولات مباشرة تطلع اللايحة شو الناس يقول اللايحة عقب طرى لها طرى لها حد بعد كيف انها انتشرت بعض منها نسخة ما تلا حد قد يطرى له وراها شيء فهمت. تعطي ثقة شوي تعطي ثقة مصداقية تعطي رد يعود 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 المترشح يجبر الجواب يجبر اخبار المسابقة اللي هو ما كانوا مثلا مسابقة مترشح لها غير تنحانيين كان نسمع عن خلقة نتائج والله شيء ورك حتى تأجيل ينقال لهم بلاغ تأجيل للمسابقة بلاغ تعديل للمسابقة معناها مهم تواصل تواصل تعطيه لهذا أكثر. وأكيد الأكثر مستفادة منه لجنة الله نقول لجان التحكيم لجنة بها اللي قل عليها التجمع ولاحظوها في السنوات التالية يعودوا مسابقات 12000 و14000 قد تجمع الناس عادي بيلي تقبل أخبار شور بليداتها ما يجمع عليها الناس تحاني ناس تحاني الانترنت تلفون لكن شرطوها على الموقع عشان ما عينها في التات تمشي شور المقر اللجنة. بعضهم يعود تأخذ مسابقة كاملة ما عرف اللجنة منين تجتمع قاع بيلي يقبل أخبار من الموقع معناه أنه مستفادين استفاد اللجنة في قلت التجمع عليها وقلت الضغط عليها ومستفادين المترشحين فعنه وفر لهم ياسر من الشيء كيف تنقل والوقت وياسر من الشيء. شكرا على هذه الاستفادة الحديث ولا نرجع إن شاء الله تعالى الحديث بعد فاصل سنخرج إليه ثم نعود للحديث حول هذا الموضوع الذي هو إسهام البوابات الإلكترونية في التوظيف. مشاهدين الكرام فاصل ونواصل إن شاء الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نعود بعد الفاصل لنواصل الحديث عن إسهامات البوابات الإلكترونية في التشغيل مع ضيوفنا الكرام أحمد سنان المحمد مسير بوابة اللجنة الوطنية للمسابقات وأمانة الله الأحمد مهندس اتصالات والمدير التجاري بشركة البنى التحتية الرقمية وميني والزيني المسؤول الإداري والمالي لبوابة الموريتانية للتنمية. نواصل الحديث حول إسهام هذه البوابات وكنا قد توقفنا عند الحديث عن الإيجابيات استفاض في الحديث عنها محمد سنان أحمد سنان المحمد. إن كانت لديكم إضافة أمانة الله في باب الإيجابيات وتحفيز الناس على أول الإيجابيات أولاً بعد هذه البوابات نحن نشتكاو من عنها تطرح الكثير من فرص العمل وفيها شيء ربما يكون صادق ولكن هناك إيجابية لنا ننتبه لها هو أن تعطي إمكانية حقيقية للتلاقي بين 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 رب العمل والباحث عن العمل. هذا ربما لا يتبادر لها ولكن الكثير من أرباب العمل لا يجدون مثلا كفاءات لمناصب معينة يبحثون عنها. وجود هذه الكفاءات شيء ربما يكون صعب اليوم بفعل هذه البوابات أن يكون رب العمل لديه قاعدة سيارة ذاتية مئات ربما آلاف من السيارة ذاتية يمكنه يختار من بينها. هذا الشيء مهم جدا. أيضا ربما يطرأ عليه حاجة في كفاءة معينة
وعليه أن يجدها بسرعة مستعجلة. هذه اليوم سرعة هذه البوابات وهذه التقنيات الحديثة تسمح اليوم بهذه العلاقة السريعة كاد تكون الآنية، لأن هنالك نظام بعض البوابات تعطيه هو نظام التنبيهات، بمعنى أن الباحث عن العمل يمكنه أن يختار بعض المواضيع المعينة على بوابة معينة، وكلما يطرح إعلان فرصة عمل يتعلق بهذه المعلومات تأتيه رسالة إلكترونية حاليا وتقول له هنالك، تخبره بأن هنالك موضوع، هنالك إعلان يتعلق بكفاءاته. إذا حتى أنه قاعد مثلا عينه في بعض الأوقات من الصفح قاعد يمشي الصفح. إذا ونفس الشيء أيضا رب العمل عنده ربما يعود عنده زاد هو نظام تنبيهات، ينطرح سيرة ذاتية تلائم حاجته، جيه آنيا رسالة إلكترونية ورسالة نصية كما شئنا، هذا يمكن أن يبرمج تعلمهم بذلك. إذا هذه السرعة قد لا ننتبه له، لكنها شيء مهم جدا. الباحث عن العمل أيضا معرفة المعلومة، أحمد شينان قال قبل قليل أن الناس كانت تجمع الآلاف وكلها كانوا يشوف الإعلان، كانوا يشوف شن هي الأوراق، وربما يشوف ربما يقول هالو واحد قايل هالو واحد قايل هالو واحد، تعود المعلومة ناقصة. اليوم أي رقاج على موقع معين له يقرأ الشروط، له يقرأ الشروحات الكافية، له يقرأ الأجل، كل شيء. هذه مسائل يجب نعرف عنها، مسائل مهمة جدا. ثم هذه الوسائل أيضا ممكن، هذه البوابات ربما هي أيضا تخلق فرص عمل هي من نفسها. لكي تكون البوابة يجب أن يكون العاملين فيها، إذن هي أيضا تساهم بهذه الطريقة في خلق فرص عمل هي من نفسها. للمؤسسات لها أهمية أخرى، أنها هي أهمية الأرشيف. سابقا كانت كل شركة والله مؤسسة عمومية عندها طالون من السيارة ذاتية، ربما يضيع، ربما يتلف، ربما لا تجد مرحلة معينة، لا تجد مكان لتخزينه. اليوم الكل مخزن إلكترونيا، والبحث فيه لا يحتاج، سهل جدا نضع الاسم، اسم الشخص، أو نضع رقمه أو نضع الموضوع، ولدينا كل شيء آنيا ولحظيا. هذا طبعا يحتاج أن تكون هذه الشركات لديها كفؤات لكي تتعامل معها، ولكن هذه مسائل مهمة جدا. أيضا هذه البوابات تسمح اليوم بعلاقة، وهي أعتقد الشيء الوحيد يسمح اليوم بعلاقة بين المجموعات الموريتانية المتواجدة في الخارج التي ربما تطمح أو تبحث عن عمل في الوطن، هي مسيرتها الوحيدة تجربة للإطلاع وشبار ربما فرص عمل، وحتى معرفة بعض السوق شن هي الوظائف المطلوبة شن هو كيف. إذن هذه مسائل يجب أن لا نستخف بها لأنها اليوم موجودة، ولكنها مسائل مهمة جدا. ثم أنها أيضا تسمح بإنشاء عن طريق هذه الشبكات هذه البوابات، ربما تسمى بعضها لها علاقات بهذه الشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيادو وغيرها، التي تسمح بإيجاد شبكات مهنية يتعاون البعض، مهنيات شبكات مهنية لتعاطي المعلومات. واحد يشتغل في شركة معينة يعلم صاحب ولا صديق وعنا كذا، نتعود شبكة على مستوى معين فيها 20 رقاج والله 100 والله 200، هذه بنك معلومات مهمة جدا وكثيرة. أستاذ ميني، هل هنالك هيئة رقابية على هذه المواقع اللي تنشر والله شبه هيئة رقابية إلى خلق شيء من تعود إعلان وهمي ينطلع على واحدين ويدفعوا سيارة ذاتية ويخلق من درا كان ذيك الأغراض الربحية اللي يستخدمها واحدين ويعدل شركات وهمية، كان موجودة هيئة رقابية والله في ملامح موجودة هيئة رقابية، مفروض تعود في هيئة رقابية بالتحديد. ماني على اطلاع كان في هيئة رقابية فعلا على هذا النوع من المواقع، ولا أنا علم بها بعد غير بتعود ماتيا بالضرورة، ما بالضرورة تعود ما يفهم قدام هيئة رقابية عليهم غير بعد ما قد سمعت في المجال موقع معاقب مثلا إعلان غير حقيقي والله إعلان أمانة الله. فقط ندور نقول عن هذا الموضوع الذي هو يلا نتعاون معاه طريقة تفكير جديدة، ما هي طريقة التفكير القادم. اليوم هي الرقابية في هذا نوع من المواقع هي رقابة المستخدمين، بمعنى أن الموقع الذي يفقد مصداقيته مات له ولا يجور المستخدمين،
ما تلات الشركات تدير عليها الاعلانات ما تلاقوا الشركات يديروا عليها عروضهم. وبالتالي من الصعب اليوم اتيها وهذه حقيقه في جميع دول العالم، من الصعب ان نثبت ان شركه معينه طرحت اعلان وهي بلا غايه فيها، لان تقول دائما نعم كنت بغايتي في محاسب يا غير اخيرا عقبت ما تلاقيت بغايتي في هي مسائل صعبه. لكن الرقابه الحقيقيه هي رقابه المستخدمين، وهذا منين يعوه المواطنين ويعوه الباحثين عن العمل، يمكن يكون عندهم دور كبير. شكرا الاستاذ احمد سنان محمد. سنه الطرق لاكتتام من طرف اللجنه الوطنيه وضمان الشفافيه ومن درى لمن تكتتب بعد كاع هي؟ لجنة المسابقات تكتتب اساسا الاداره العموميه، ظل يعني صراع جبري يعني ما يقدروا يكتتب الاداره العموميه، ما تقدر تكتتب انا زاد الوظيفه العموميه ما تكتتب الا عن طريق 700 الا عن طريق لجنة المسابقات. هم المؤسسات العموميه عندي عنه اخت ظل عنه خيار شيء خيار بالنسبه لها، عندها الخيار تطلب من اللجنة الوطنية المسابقات تكتتب لها والله لا. هم مولي الجامعة تعليم الجامعة عندهم عندها وصة ما قد ما نعرفكم كيف نسميها، هي تصادق على نتائجهم نتائج اللجنة التحكيم اللي تكونها مجلس التعليم في الجامعة تصادق عليها اللجنة ياك تعود مقبول ياك تعود نافذة والله ياك تعود سادة. هو اللي تكتتب له طرق خاصة هي اللجنة عندها سنتي المسابقة باستقبال ملفات تعود دائما عند المؤسسة المستفيدة والله الإدارة المستفيدة، وهي عقبة من عقبات بها اللي ما هي عند اللجنة وهي مهمة بها اللي اللفات اللي لها ينقبضوا لين نوعيتهم متعلقة بمن يستقبلهم، ودي ما زالت ما هي عند عندي عنهم عندها ما عطيها لها النصوص ما معطينها لها برك لحد الان حسب علمي. ورا ذاك لا تستلم لين ينقفلوا الملفات لا تستلم منهم اللجنه، وفي لجنه تحكيم فيها لجنه سكرتاريه لا تقبل الملفات وتحققهم حسب المعايير اللي مطروحه اللي معلنه للجميع، ما في شيء لا يتحقق لا على اساس المعايير لعدم عمر محدد يلا يعود موجود في البلاغه هذا، ما تقدر تعود عندها معيار خاص داخلي يلا يعود معايير كامله منشوره اي شيء، ومعيار طرمولي يلا يعود نعلن يلا يتم اعلان عنه في وقته ويعود ما 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 عند ما قطعوا عمل سابق ذاك والله زادت نعرف يعود طريقه قد تساوي المعلومه الحق الحد. لا يتم فحص الملفات كيف قلت قبيل على المرحلة الأولى على ثلاث حالات، حالة الناس اللي مقبولين ملفاتهم والناس اللي مردودين نهائيا والناس اللي ما زالوا فيهم أمل أعطى لهم مهلة وينعلوا تنعلن اللائحة النهائية للمترشحين، وراها لا يخلق الكتابي يعني عود مسابقة تعود كتابي تعود تفحص ملفات تشوف لنعد فيه الكتابي لا يخلق بعد فيه الرقابة رقابة مهمة عيادة تعود صعبة في حالة مرشحين بالآلاف تعود صعبة السيطرة عليها حتى عنها نقدر نقول عنها كيف صعوبات التعرف في باكالوريا عنها صعبة ما يقدر يغطيها ما هو مطروح. تحدي مطروح حتى لين وفلاه يعدلها الارقام السريه نداروا عليها ونقطعوا الروس هذا كل ضمان الشفافيه حق بعد نقطعوا الروس ولاهي ذوك يعدل باكيتاج ذوك الاخرين كلهم يعدل رزمه من 40 تقريبا ل 30 ياك تنعطال استاذين كلها صححها وحده، وفي حاله الفرق بين النقطه العاطي واحد والاخر نقطه الدرجتين اللي عاطينهم حالة الفرق بينه زاد الحق أربعة والله زاد على أربعة ينقبل مصحح ثالث يعني
أنا عنه همي قررنا من الطرق اللي نعم. شكرا على استضاحتنا هنا، نشركوا متصفي في صفحة البرنامج ونستمعوا لتعليقاتهم وتعلقوا عليها. عندنا دحمد ول هكذا كتب: لم نجد أي بوابة بريطانيا أو مواقع أي المؤسسات يمكنك من خلالها دفع ملف ترشح أو تدريب، وحتى معلومات عن المؤسسات الوطنية مثلا خفر سواحل موريتانيا، الموريتانيا للاتصالات، مشروع الكابل البحري. هذه المؤسسات لم نجد على الانترنت سوى تاريخ الإنشاء في مقالات فقط، حتى موقع المؤسسة تجد صعوبة للوصول إليه. محمد لمانا، مشروع الكابل البحري، أعتقد أن هنالك ربما يكون خلط لدى البعض. سأتحدث عن مشروع الكابل البحري. المعلومات عن الشركات ومواقعها شيء، والبوابات وبوابات التوظيف على الإنترنت شيء آخر. البوابات ليست مسؤولة، البوابات الإلكترونية ليست مسؤولة أن تكون الشركة سين أو صاد عندها موقع فيه جميع المعلومات، ثم أنها غير مسؤولة مولقة عن إلاعات الشركة الفلانية ما طرحت فرص عملها وإعلانات عملها على 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 ولا حينت موقع هذاك. وكيف قلنا هناك نقص في الوعي عند بعض الشركات، أهمية الرواية اللي هي عنها مهمة، عنها تؤدي، عنها فرص، ربما تعطي فرص كبيرة للتنمية الاقتصادية للشركات. بالنسبة لخفر السواحل ظهر لأن أحمد شنان أدرى بالتحدث عنه لأنه مسألة وظائف عمومية. ما بالنسبة للكابل البحري والموريتاني للاتصالات، أنا شخصيا شفت إعلانات لفرص عمل لهذه الشركات على 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 بعض المواقع وخصوصا موقع بيتا، ما نقدر نقول عنهم كاملين اي غير بعد انا قطعا شفت منهم واحدين. بتار محمد كتب: حياكم الله وبياكم، نحن للاسف الشديد لا توجد لدينا اي صله بالمؤسسات او الشركات او الوزارات الا بطريقه واحده وهي الوساطه. المواقع الإلكترونية لا وجود لها، ونرجو أن يتحقق ذلك الحلم، وهو شيء مهم ويساعد في توظيف العاطلين وكذلك يساعد المعنيين في الحصول على متطلباتهم. وشكرا. شكرا لك. الهادي محفوظ سالم كتب: حياكم الله، نحن للأسف لم نصل بعد إلى ذلك المستوى المتطور الذي يمكن طالب العمل من التواصل مع الشركات والمؤسسات لإبداء رغباتهم في العمل. حتى في الوزارات بالكاد تجد وزارة لها موقع إلكتروني. إذن تب الخلطة لا خالق بين الموقع الإلكتروني والبوابة. نشط. والسؤال المطروح هو: هل الدولة جادة أصلا في إيجاد فرص عمل للعاطلين، وهل هناك حلول مطروحة لمحاربة البطالة؟ محمد هادي كتب: شكرا على المواضيع القيمة فيما يخص الموضوع، يجب على اللجنة الدقة في المعايير والسن المطلوبة. محمد حمود الدي كتب: السلام عليكم، مقدمي برنامج مساء الخير، عليك السلام ورحمة الله. لا بد أنه موضوع يتطلب من المشاركة جميعا، خصوصا الشباب العاطلين عن العمل. لا بد من توفر المواقع الإلكترونية بالطريقة اللازمة حتى يمكن الشباب من خلالها إرسال ملفاتهم للمطالبة بالعمل وأشياء أخرى كثيرة، وللأسف ظاهرة مؤسفة في بلدنا. أخوكم حود العدي. وشكرا. بناهي محمد كتب: حياكم الله، أشكركم على هذا البرنامج، من دوركم تستضافوا سيد محمد. الوقت عاد مداهم. ملاحظات على هذه التعليقات اللي سمعته، الخلط بين المواقع والبوابات والحديث عن خفر السواحل وغيرها. تبغى تكتبوا لخفر السواحل؟ واحد حاجة لي عنه صنادرة، ولاني مذكر عن بعد اللجنة قالت تكتب ايش من صنادرة. كل عاد دوان عندي عنهم تابعين وزارة المالية، ماني قايل عنهم والله. بومبي صنادرة الخريمة حاجة لي، ولا نعرف، انا ما اعرف قانونهم، ما نعرف نقدر نقول قبالي غير ما حاجة لي عنهم قط عاد خفر السواحل صنادرة قاع انا ما نعرف ميني. هم هذا عن المؤسسات العمومية. المؤسسات العمومية خيار بالنسبة لها، ما هو حسب اللي ما هي ملزمة، ما هي ملزمة، خيار بالنسبة لها. غير الوظيفة العمومية كاملة لا تعود عن طريق لجنة المسابقات. بالنسبة للمواقع، مواقع هي البوابة، موقع الوزارة قد ينقال له بوابة، زاد هو بوابة لا واجهة
واسمه قال هم تكلموا عن بوابات التوظيف الإلكتروني هي موضوعنا صحيح نعم. ميني تعليق على هاي الملاحظات اللي سمعت عند متصفح الصفحة فيسبوك نحترمه غير هم كي قال لك خلط شوي بين المواقع والبوابات والمؤسسات مثلا خبر السواحل هيئة قد تعود تابعة عسكرية شوي بالتالي إعلاناتها ما دخل قاع في المواقع أصلا ولا في البوابات بالتالي ما يعود يسول عنها هي المواقع. إذن شكرا أمانة الله عندك يوم ملاحظة على هذا نشكر بعض يا أهل متصفحي فيسبوك على تفاعلهم معنا ونشجعهم ملي على استخدام الفيسبوك كالبوابات كوسائل للتوظيف كوسائل لإيجاد فرص عمل كوسائل للتواصل وإنشاء شبكات تساعد الجميع في إيجاد وظائف لأن اليوم مفتاح التوظيف في جميع دول العالم هو الشبكات اللي تعطي للرجاج الشبكات الأصدقاء المهنيين اللي تعطي للرجاج المعلومات المفيدة في الوقت المناسب للاطلاع تخلق الفرص رجاج عالم عن شركة معينة فيها فرصة معينة من يقعد عند رجاج فيها يقدر يعطيه معلوماته ويقول ليش محتاج هو القطاع اللي تعمل فيه إذن وسائل كاملة تقدر تستخدم إياك تحصل فرص العمل. الأستاذ أمانة الله شكرا أحمد سنان الأستاذ ميني والزيني شكرا ضيوفنا الكرام مشاهدينا الكرام إلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق الذي أشرف على إنجاز هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.